أهلا بكم مشاهدينا في المناظرة اليومية. تشدد المؤسسات والوكالات الدولية على إرفاق كلمة المعلنة بعد ذكرها أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا في العالم العربي، في إشارة إلى التشكيك بالبيانات الرسمية، وأحيانا تعبر عن هذا التشكيك بكل وضوح، لا سيما وأن الحديث يدور حول دول تواجه تقييدات للحرية وللصحافة والحصول على المعلومة. ففي الوقت الذي تنتشر فيه الدول العربية أو تنشر فيه دول العالم العربي معطيات تنم عن حسن إدارة الأزمة وكفاءتها العالية، تنتشر أحيانا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير التقليدية معلومات توحي بالعكس، كأظهار اكتظاظ المراكز الصحية أو مواطنين جوعا في ظل الحجر المنزلي، وإن اختلف الموضوع بشكل كبير بين دولة وأخرى. بتزامن مع هذا، حذرت مؤسسات أممية كاليونيسف والإسكوا وغيرها من خطر إصابة الملايين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفيروس، نظرا لعدم وجود البنية التحتية ومرافق الوقاية المطلوبة. بيانات كهذه لا تنتشر في وسائل الإعلام الرسمية العربية. المناظرة تبدأ بعد قليل. وينضم إلي في هذه المناظرة سيد خالد مصطفى من لندن، وهو الصحفي والمحلل السياسي، كما تنضم إلي أيضا الصحفية والمحللة السياسية فاطمة محمدي من باريس. أبدأ معك سيد خالد، كيف تقيم أداء الدول العربية في تعاملها مع فيروس كورونا في الوقت الذي نرى فيه في القنوات الرسمية يعني حالة من أو هناك نوع من أن الدول تحسن إدارة هذا الأزمة وهذه الموضوع، نرى بأن المؤسسات الدولية تشكو وأحيانا تنشر معلومات مختلفة قليلا. مساء الخير على حضرتك وعلى ضيفتك الكريمة من باريس. كان الأقدر بالمنظمات الدولية أن تنشر حقيقة ما يدور في أوروبا، تنشر ما يدور في بريطانيا، تنشر ما يدور في باريس، تنشر ما يدور في إيطاليا أو أسبانيا أو الولايات المتحدة. الدول العربية يعني عالجت مشكلة كورونا باحترافية زيادة عن اللزوم عن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بدليل أن الدول العربية هي التي تساعد الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، وتساعد بريطانيا وتساعد الصين وتساعد إيطاليا وتساعد أسبانيا. الإمارات فقط أعطت 24 دولة 260 طن من معدات الوقاية التي ساعدت في الحد من الكثير من الوفيات عند الكادر الطبي في حوالي 24 دولة. مصر هناك في شفافية قوية جدا، وأنا أعطيت مثال لأحد المعدات في هذا البرنامج المحترم، أرسلت لها رسالة نصية وخاصة من الواتساب الخاص به ومديرة مكتب وزيرة الصحة المصرية. أنا تسببت في إغلاق مصنعين في مدينة العاشر من رمضان لثبوت عدد من الحالات حالات الإصابة بالفعل. المؤسسات الدولية ومن بينها منظمة الصحة العالمية في الأرقام التي تنشرها المؤسسات الرسمية في مصر، منظمة الصحة العالمية لها مندوب على سبيل المثال في مصر، هو يتوافق تماما مع كل ما ينشر وكل ما يذكر على لسان وزيرة الصحة المصرية يوم بعد يوم. يعني أنت ما خليتنيش أكمل المعلومة، قلت لك أن تليفون الوزيرة متاح، تليفون الوزيرة متاح، وأنا أرسلت مستند من الممكن المعدة المحترمة عند حضرتك تنشره مع مديرة مكتب وزيرة الصحة المصرية. الفيروس بالذات له عملية، له لا يندرج تحت بند العمليات الإرهابية، لا يندرج تحت بند الحروب، لا يندرج تحت بند حرب العصابات. فالفيروس أي دولة في العالم لا تستطيع أن تخفي أي جثة إلا إذا كانت تخفي الجثث في الثلاجات، لكن إحنا مجتمعنا كمجتمع مسلم في الشرق الأوسط يعني بنحاول أن إكرام الميت دفنه في حالة وجود أي حالة إصابة وتوفت بيتم دفنها مباشرة. فأعتقد أن الدول العربية يعني اشتغلت كويس في فيروس كورونا. فيروس كورونا كشف الدول الأوروبية المخزون الاستراتيجي لمعدات الوقاية بالأمس قد نفذ في الولايات المتحدة الأمريكية، والطيران الطيران البريطاني كان منتظر شحنة
قد تأتي من تركيا. اليوم جمهورية مصر العربية أرسلت شحنة ضخمة للولايات المتحدة الأمريكية. الفيروس كشف عجز الدول الأوروبية والولايات المتحدة صحيا، وكشف الـ 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 يعني المنظومة الصحية في هذه الدول. أي نعم هناك فرق وهناك جاب ما بين الإمكانيات في دول الشرق الأوسط باستثناء دولة زي الإمارات أو السعودية أو الكويت، يعني لديهم إمكانيات ضخمة، لكن مصر على قدر المستطاع هي تؤتي أو 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 تعمل على مستوى جيد، وكل البيانات التي تصدر من وزارة الصحة حقيقية، ولا يمكن أن يتم الاختفاء جثة أو يتم طواري جثة أو يتم التسطر على جثة لأنه فيروس يا سيدي العزيز. دعني أعطي الفرصة ما يحدث الآن فيروس وليس وفيات عادية يعني. صحيح. فكان من الأقدر أن تكون هذه المنظمات الدولية. دعني أنقل هذه النقطة إن سمحت. نعم دعني أنقل هذه النقطة إلى سيدة فاطمة. سيدة فاطمة، سمعتي ما قاله السيد خالد؟ هذا الفيروس كشف العجز والضعف في الدول الأوروبية، وبالمقابل كشف شفافية وكفاءة الدول العربية في تعاملها مع الفيروس، ومصر نموذج على ذلك. أنا أختلف مع ضيفك فيما يخص أن الدول العربية تعاملت مع الفيروس بشفافية كبيرة، لأن الدول العربية مع الأسف لا تتوفر لديها كل ما يلزم، سواء المستلزمات الطبية أو غير ذلك من العمليات الإحصائية، أو حتى في بعض الناس مثلا توفوا في بيوتهم لم يكن عددهم إزاي لا تتوفر المعدات يا أستاذة إزاي لا تتوفر المعدات الطبية، والإمارات ومصر يعني والإمارات ومصر أعطوا معدات وقائية لعدد من دول العالم، إزاي الدول العربية ليست لديها المعدات الكافية أو الوقاية؟ نعم، لربما دول الخليج وهي دول غنية طبعا لربما ساهمت نوعا ما وساعدت الدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية وحضرتك ما شفتيش مصر لما ودت للصين، ومصر لما ودت لإيطاليا، ومصر لما ودت لبريطانيا، ومصر لما ودت اليوم إلى الولايات المتحدة. نعم لا يعني حضرتك لا ما شفتيش مصر ودت مين لإيطاليا وللصين أكبر. لو سمحت بس خليني كفي، يعني لأن الدول الأوروبية عندما اجتاح الوباء العالم برمته يعني مقارنة بعدد المرضى لم تكن تتوفر على كل المعدات الطبية إلى غير ذلك، وهو فيروس جديد لأنه يعني يحتاج إلى لربما إلى أشياء لم نعتد عليها من قبل. والدول العربية التي تقصدها أنت هي الدول الخليجية، طبعا دول خليجية غنية وعدد سكانها قليل، لكن إذا ذهبنا إلى دول شمال أفريقيا مثلا ومن بينها مصر والجزائر والمغرب إلى غير ذلك، فهي لم تتعامل بشفافية كبيرة مقصودة أو غير مقصودة مع الوباء. معلومة لماذا؟ معلومة غير معلومة غير معلومة غير حقيقية. ربما معلومة خافت من غير حقيقية. مصر عدد سكانها 100 مليون، حضرتك مش متابعة الأخبار ولا يا أستاذة؟ حتى الحجر الصحي يعني ولا المسافة الاجتماعية، وهناك عدد في الوفيات لربما يعني اعتبرت كوفيات عادية ولم تدخل ضمن وفيات كورونا. أنا لا أتفق معك، وهذا مستحيل ليس أن تكون هناك يعني وفيات كورونا بتكتب وفاة عادية، مستحيل. معلوماتك خاطئة بالمرة يا أستاذ. طيب سيد خالد، سمحت لي سيد خالد، يعني هناك أشياء لم تقال بعد للشعوب العربية سواء في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو غيرها، لأن هذه الدول لا تتوفر على إحصائيات دقيقة، سواء في عمليات كهذه مثلا عندما يكون هناك وباء أو غيرها. لذلك أنا لا أعتقد أن يعني إذا تكرمت الدول العربية، وأذكر الدول العربية يعني شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط، يعني بالتبرع مثلا بكم
حمامات أو معدات طبية على الدول الأوروبية وتركت شعوبها، فهذا بالنسبة لي وحسب رأيي فهذا عيب وعار عليها، لأنها يجب أن تكتفي. يعني كيف تعاملت الدول الأوروبية مع إيطاليا بالرغم من أن إيطاليا هي دولة أوروبية وتدخل ضمن الاتحاد الأوروبي، لكن الدول الأوروبية رفضت بأن تزودها بالمعدات الطبية وقال واعتذرت. سيد خالد، سيد خالد، إن سمحت لي، إن سمحت لي سيدة فاطمة، فإذا كانت الدول العربية تتبرع على الدول الأوروبية وتدخل شعبها فهذا عيب وعار ويجب أن تنتقد عليه ويجب أن تقال الحقيقة. فهذا أنا لا أتفق مع هذه النقطة، ولكن في هذه يعني في هذه خلال هذه الجائحة سيدة فاطمة اسمحي لي بأن يعني اسمحي لي تتكلف. دعيني لو سمحتي وجه سؤال للسيد خالد. لا مانع بأن نتبرع، لكن لا أعلم سيدة فاطمة تسمعني. سيدة فاطمة ثم تتبرع بها إلى الدول الأوروبية سيدة فاطمة، يعني شيء يعني غير مقبول ومشين. سيدة فاطمة دعيني أوجه سؤالا لو سمحتي للسيد خالد. سيد خالد، أتتعلم جيدا ما هو صيت وسمعة الدول العربية في مؤشر الشفافية الدولية؟ هي في أسفل قائمة الشفافية، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى عندما تحدثت عن الدول الأوروبية، دول أوروبية تفصح عندما يصاب شخص مثل بوريس جونسون، هي تفصح وتقول هذا الشخص أصيب، لكن في الدول العربية سبحان الله لا يصاب أحد من المسؤولين. ألا يزيد هذا من شك الناس في البيانات في الدول العربية؟ هل حضرتك متأكد أن بوريس جونسون كان أصلا مصاب؟ على الأقل هذا ما أعلنته بريطانيا. حضرتك متأكد أن بوريس جونسون كان أصلا مصاب؟ أين الشفافية؟ أين الشفافية الدولية في 8,000 توفوا في دور المسنين؟ الأسبوع الماضي بيرس مورغان المذيع الشهير في جود مورنينج بريتن واجه وزيرة الرعاية الاجتماعية ب4,000 توفوا في دور الرعاية هنا في بريطانيا، وتصدر هذا الخبر جريدة الديلي ميل، وقد ضحكت الوزيرة عندما تحدث معها على الوفيات وقال لها هل لك نفس أن تضحكي على هذه الكارثة، أنت مسؤولة عن هذه الوفيات. إذا كانت هناك شفافية لماذا تفشى المرض في أكثر لكن من لا نرى يعني هذه تعزز النقطة، هذا يعزز الشك سيد خالد. يعني لا نرى صحفيا في الدول العربية يعني وفي قنوات إعلام عربية يوجه السؤال بهذا الشكل للمسؤولين. يا أستاذي أين هي الشفافية إذن؟ الأستاذة بتتكلم على أن ما يحدث في الدول العربية هو عار، لكن هي يعني أعتقد أن لا توجد عينين قد ترى بهما أن الجيش المصري خلال 15 يوما الماضية يوزع الكمامات بالمجان على المواطنين في الشوارع وفي وسائل المواصلات. يعني الدول العربية، كل دولة عربية لديها مندوب من منظمة الصحة العالمية وهو يباشر يوميا حالات الإصابة وحالات الوفاة. وأنا قلت لحضرتك في بداية كلامي ده فيروس له إصابة، له خناقة ولا إصابة من خناقة حرب شوارع أو حرب عصابات، ده فيروس مستحيل يتم التكتم على أي حالة من فيروس كورونا المستجد. وأنا بعت مستند يعني دع زميلتنا العزيزة تنشره من مدير مكتب وزيرة الصحة، قامت بإغلاق مصنعين خلال الثلاثة أيام الماضية وعزلت أكثر من 2500 عامل وعزلت أكثر من 148 أسرة من كل قرية بها عمال بهذه المصانع. دلوقتي المشكلة ما عادتش إن في دولة تقدر تخبي أو تداري حالات الوفاة، السوشيال ميديا بيفتح أي نظام في العالم، فحالات الوفاة حالات الفيروس حالة صعبة جدا وخطيرة، الكل يخشى منها. إذا شم خبر أي مواطن في أي حارة أو في أي نجعة أو في أي قرية في جمهورية مصر العربية أو في أي دولة عربية أي حالة إصابة، هو اللي بيبلغ الشرطة وبيبلغ الإدارة الصحية، فالوضع مختلف تماما. الشفافية تنقصها الدول الغربية، الشفافية تنقصها الولايات المتحدة الأمريكية، الشفافية تنقصها المملكة المتحدة. هناك اليوم مركز الإحصاء في المملكة المتحدة ذكر رسميا أن يعني معدل الوفيات الذي يبلغ لمنظمة الصحة العالمية يوميا أقل ب 41%، يعني عدد الوفيات الحقيقية زيادة 41% في المملكة المتحدة. إنما إحنا يعني كمسلمين مثلا وكمسيحيين وكيهود بنعيش في جمهورية مصر العربية، ناس لنا طقوس دينية، إذا توفت جثة لابد أن تدفن مباشرة، والسوشيال ميديا ما عادش بيخلي أي حكومة تقدر تداري. فعيب جدا أن هي تقول عار على الدول العربية. الدول العربية دي منها دولة عملت مستشفى هنا في 4,000 سرير للمملكة المتحدة، بعتت 260 مليون طن ل 24 دولة. مصر بعتت الأطنان للصين وإيطاليا وأسبانيا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة
وعلى ما يبدو أن وأنا أعتقد تماما أن هناك اكتفاء ذاتي من المعدات الوقائية، لكن مصر تتحرك بمنتهى الهدوء لأن الفيروس لم يصل لمرحلة تنبئ بخطورة داخل المجتمع المصري، وإذا أنبأ بخطورة هناك يعني استعدادات قوية جدا للقوات المسلحة المصرية ولوزارة الصحة، لكن عيب قوي إنها تقول عار على الدول العربية وهي 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 ابنة من أبناء الدول أو من بنات الدول العربية. سيدة فاطمة، لماذا أحيانا هذا التشكيك في بعض الدول العربية وهناك على الأقل نقاط وأحيانا أمور وجوانب إيجابية؟ منظمة الصحة العالمية أشادت على سبيل المثال بدور الإمارات، وأيضا هناك إشادة دولية بكيف تعامل الأردن على سبيل المثال مع الفيروس. فقط أريد أن أجيب على ضيفك من لندن عندما يقول أن مصر بعثت بكمامات إلى الصين. فرنسا يعني وما أدرك ما فرنسا تستورد الكمامات وبعض المعدات التي يجب أن تستعملها لفحص المرضى الذين لهم أعراض تنتظرها من الصين ومصر تبعث للصين، هذا غير منطقي. ثانيا أنا طبعا أنا أصولي عربية ولا أنكر أصلي، ولكن أنا أنتقد الحكومات العربية على تصرفاتها يعني تجاه شعوبها. يا أستاذة أنت لو ذكرت يعني لو ذكرت الموقف كويس كنت عرفت أن مصر أول دولة. لو ذكرت كويس يا أستاذة كنت علمت أن مصر أول دولة أعطت مساعدات إلى الصين. أنا تركت لك المجال وتحدثت بما فيه الكفاية، فأرجوك لا تقاطعني لأنه لا يمكن أن المشاهد أن يستمع إلى شخص يتحدثان في آن واحد. بما يحدث. أرجوك أنت أولا لو ذكرت الموضوع معك. كويس يا أستاذة كنت لقيت أن مصر أول دولة أرسلت معونات إلى الصين. يعني أين هي الحملات التحسيسية؟ أين هي الحملات التحسيسية على يعني على التلفزيونات والراديو والمواقع الإلكترونية كما تفعل الدول الأوروبية؟ أين هو احترام الحجر الصحي؟ إذا كانت فعلا هذه الحكومات تريد بأن تحمي وتقي شعوبها، عليها أن تكون صارمة في أن يحترم أو تحترم هذه الشعوب الحجر الصحي، فهي لم تحترم. يعني كل الدول العربية لاحظنا على شاشات التلفزيون بأنها لم تحترم كما يلزم الحجر الصحي، وهو الحل الوحيد الذي كان لدى الدول الأوروبية التي لديها ما لديها من معدات ولها كل مستلزمات العلاج والوقاية إلى غير ذلك، لكنها التزمت بالحجر الصحي. لكن الدول العربية لم تحترم هذا. لماذا؟ لأن الحكومات غائبة ولم تحسس شعوبها. ثانيا طوابير التي كانت مثلا في الجزائر وفي غيرها على يعني أكياس السميد إلى غير ذلك والحليب، هذا كذلك دون احترام المسافات، لذلك هذا ما يؤدي إلى العدوى. لذلك أنا أعتقد أن هناك أشخاص يعني لم يتم أو لم يتسنى للحكومات بأن تفحصهم وبأن تقول بأنهم مصابون بأعراض كورونا وتوفوا دون أن نعرف هل كانوا مصابون أو غير مصابين، ولذلك فالعدد غير واضح. ولربما إذا كان ضئيلا بالنسبة، أنا أتفق معك لربما في هذا الجانب بأن عدد الإصابات في الدول العربية هو أقل من الدول الأوروبية، لربما بسبب الحرارة، لأنه يعني حسب المختصين بأن هذا الوباء أو هذا الفيروس لربما ينقرض شيئا فشيئا بوجود الحرارة، وبما أن الدول العربية أو معظمها يتوفر على طقس. لكن سيدة فاطمة بنفس الوقت أنت بهذا الأسلوب يعني تزيلين أي أهمية لأي جهد للأنظمة وللسلطات في الدول العربية. نعم، يعني عندما تحدثت بأن ربما هذا السبب سبب عدم انتشار الفيروس بكثافة في الدول العربية يعود هذا الفضل إلى الحرارة، يعني لم يعد هناك أهمية كأنه لدور السلطات في الدول العربية. لا هو الفيروس موجود والحرارة لن تقضي على الفيروس بصورة نهائية، ولا ربما العدوى تقل نوعا ما، ولكن هو موجود ولا ربما ستأتي موجة أخرى من هذا الوباء، ولحد الآن لا نعرف كل التفاصيل. لكن مثلا هنا في الدول الأوروبية هناك يعني على التلفزيونات والراديو إلى أجهزة الراديو إلى غير ذلك مثلا هناك ضيوف، هناك أطباء يتحدثون عن هذا المرض، كيف يمكن الوقاية منه، كيف يتطور
الأخر، كيف يمكن انتقال العدوى من شخص إلى آخر. فالجمهور هنا يعرف كيف يتجنب مثلا ما يؤدي إلى العدوى أو ما يؤدي إلى المرض. لكن أعتقد أن الدول العربية لربما سواء كانت محظوظة لربما بسبب حرارة الطقس أو لا أدري يعني ما هو السبب الرئيسي، أو هناك إخفاء في عدد يعني المرضى لأننا لا نعرف وليس لنا هناك إحصائيات يعني دقيقة. وفيما يخص الضيف الذي قال بأن نحن المسلمون ندفن الميت مباشرة بعد موته كذا، أوكي، ولكن يعني ما علاقة هذا بهذا؟ يعني إذا مات وكان السبب هو الكورونا يجب أن يقال ويجب أن يسجل ويجب أن يعلن على وسائل الإعلام حتى نعرف. يا أستاذة أرجوك ذكري الموضوع كويس، ذكري الموضوع كويس. نعم. ذكري الموضوع كويس. لا، المشكلة ليس عن الجزائر. والجزائر حتى الآن الجزائر فيها 384 حالة وفاة فقط و2700 حالة إصابة. أنت بتتكلمي على الولايات المتحدة اللي اقتربت من 1,000,000 إصابة، بريطانيا أكثر من 140,000 إصابة. أنت بتتكلمي على الدول العربية أن عدد الإصابات فيها لا تذكر. مصر 3,400 إصابة. يعني حاجة لا تذكر، حاجة لا تذكر مع حتى الإنفلونزا العادية. وبعدين بتتكلمي على ان الحراره تقتل الفيروس. الحراره الاطباء اكدوا ان الحراره لا تقتل الفيروس يا استاذ. طيب سيد خالد، اريد لو سمحت ان اسالك عندما تقول سيده فاطمه، سيده فاطمه لو سمحت هل هي الاجراءات؟ ارجوك ان تعطيني الفرصه، سوف أعطيك المجال للرد يا سيد خالد. لكن سيد خالد، السؤال هو عندما تقول لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية الإسكوا إن هناك أكثر من 70,000,000 عربي في الشرق الأوسط ولسيما في شمال أفريقيا معرضون للإصابة بفيروس لعدم وصولهم إلى مرافق لغسل اليدين، هذا ماذا يعكس برأيك؟ يعني انت يعني حضرتك متخيل ان الدول في دول في الدول العربيه ما عندهاش ميه تغسل ايديها؟ يعني هل انت متخيل يعني احنا عايشين في فين؟ يعني في عهد الوقواق مثلا؟ مستحيل، معلومات مستحيله. منظمه الصحه العالميه والمنظمات العالميه يخلوا بالهم من الانظمه العالميه التي تعرض بسبب فيروس كورونا، يخلوا بالهم من الانظمه الصحيه المتهالكه في الدول الكبرى، يخلوا بالهم من الاقتصاد الامريكي اللي هيفقد 19,000,000 وظيفه، يخلوا بالهم ان الركود الاقتصادي في بريطانيا هيرجعها ل 300 سنه فاتت، يخلوا بالهم ان معدل البطاله ممكن يبقى 15% في بريطانيا، يخلوا بالهم ان معدل البطاله ممكن يبقى 17% في الولايات المتحده الامريكيه، يخلوا بالهم من برميل البترول اللي بيتباع ببلاش في الولايات المتحده الامريكيه. الاستاذه لازم تذاكر كويس ولازم تعرف كويس. لا، بعد ما تخلص الحلقة تروح تعمل سيرش على جوجل تعرف ان اول دولة في العالم ادت معونات وقائية للصين هي مصر. أيه، اللي بتقول لك انا اشك في هذا. هي لا تعلم عدد الاصابات في الجزائر، هي لا تعلم عدد الوفيات في الجزائر بلدها. وعشان بس عشان نثبت دي رسالة، دي رسالة من وزيرة الصحة على موبايلي. دي رسالة من وزيرة الصحة على موبايلي، اشتكيت للوزير على الواتساب بأن هناك حالة في مصنع اسمه سيراميكا أوميجا في مدينة العاشر من رمضان. قالت ده حقيقي وبالفعل تم تحويل الحالات إلى مستشفيات العزل وغالبا سيتم غلق المصنع. وبعد 5 دقائق مديرة مكتبها بعتت لي رسالة قالت لي بالفعل تم غلق المصنع. هناك شفافية قوية جدا، لأن زي ما قلت لحضرتك ده فيروس، مفيش حد يقدر يتحمل واحد او واحده متوفيه بالفيروس. مستحيل. انت فقط انما هنا انما انما الحكومه المصريه وتتهمني باني لا اعرف عدد وفيات بلدي الجزائر. على فكره انا مصري، انا عايشه في فرنسا. على فكره انا مصري، ولا اتابع ما يجري في فرنسا لانني اعيش في فرنسا. أنا أستاذ لست ناقمة على فرنسا على فكرة مثلك. أنت عايش في لندن وتنقم على أستاذ لندن. أنا مصري، لكن لأنك تتهم تتهم الدول الأوروبية بأنها ستتراجع. سيدي أنت غلطان 2000% لأن الدول الأوروبية ستتدارك هذا الأمر وبدأت تخطط. الدول الأوروبية تعيش على التخطيط، ولا تعيش على الأمنيات وعلى الكلمات الشعرية. لا 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 لا، الدول الأوروبية ستتدارك هذه الخسارة الاقتصادية. يا أستاذة، واجتمعت الرئيس والوزير ورئيس الحكومة والمستشار قبل ما يقعد قدام الكاميرا. يا أستاذة أنت مش مذاكرة ولا عارفة أي حاجة خالص. لكن الدول العربية مع الأسف الشديد وهذه الحقيقة ويجب أن تقال. على إن أنا في لندن يا أستاذة، أنا معايا باسبور إنجليزي يا أستاذة وعايش في بريطانيا لكني مصري. عندما تعود إلى مصر وسيكون لك عقاب من طرف الحكومة المصرية
المصري أنا لا أخاف، أنا أتحدث بشفافية حتى عن الجزائر، حتى ولو كنت في الجزائر سأقول ما هو حقيقة. أنت تخاف من أن تذهب إلى مصر وأن تقول الحقيقة، يجب أن تقول الحقيقة. أنت عايشة في الوهم، أنت عايشة في الوهم يا أستاذ، أنت عايشة في الوهم. لم تكن هناك إجراءات وقائية أو علاجية لوباء كورونا في الدول عايشة العربية. أنا يعني أنا هقول لك إيه بقى، أنت عايشة في الوهم أصلا. الحقيقة طبعا ده من وجهة نظرك عشان انت عايشة في الوهم. إيه؟ انت عايشة في الوهم، انت عايشة في الوهم. انا مواطن مصري وليا الشرف ان انا ابقى مواطن مصري يا استاذة واحمل الجنسية البريطانية. انا لا بيهمني لمن اي نظام في العالم، عشان تبقى عارفة انا راجل صحفي اعلامي بقول الكلمة الحق. طيب. فقط ولما بقعد قدام الكاميرا يجب ان اكون مذاكر عشان وصلت الفكرة للاسف. انت مذاكرة ولا انت عارفة حاجة خالص. الوقت سيد خالد مصطفى الصحفي والمحلل السياسي. سيد المحلل السياسي، وكانت معنا أيضا السيدة فاطمة محمد المحلل السياسية من باريس. شكرا جزيلا لكم على هذه النقاش، وبهذا نصل إلى ختام النظرة اليومية. شكرا وتصبحون على خير.